السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس من الدروس المهمة جدا، درس رحلات تاريخية لشخصية من الشخصيات اللي كان لها دور كبير جدا في نهضة بلدنا الحبيبة مصر. الشخصية ديت هي شخصية الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. طبعا احنا هنبدأ بداية من كتاب المدرسة، هنبدأ إن احنا نبص على بعض الفقرات ونقسمها ونبدأ إن احنا نحفظ الأسئلة اللي فيه. أول فقرة عندي بتقول: الشيخ رفاعة الطهطاوي رائد من رواد التنوير، وعلى يديه بدأت مصر مسيرتها نحو التقدم في مجال الترجمة والنشر. ولو قلت لك ماذا تعرف عن الشيخ رفاعة هتقول لي انه رائد من رواد التنوير، وعلى يديه بدأت مصر مسيرتها نحو التقدم في مجال الترجمة والنشر. في الفقرة الثانية بيقول: ولد الشيخ رفاعة عام 1801 في طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، ولما بلغ عمره 16 عاما والتحق بالجامع الأزهر ودرس فيه اللغة العربية والدين الإسلامي، وبعد تخرجه أرسله محمد علي باشا حاكم مصر على رأس بعثة، طبعا على رأس بعثة من 40 شابا من المتفوقين إلى فرنسا ليكون إماما لهم في الصلاة. تعالوا الحتة دي بسرعة كده عشان خاطر نبقى باينين وعارفين احنا بنقول ايه. عرفنا ان الشيخ رفاعة الطهطاوي اتولد سنة 1801، اتولد في مدينة اسمها طهطا، المدينة ديت موجودة في محافظة سوهاج. وعرفنا كمان انه اول ما وصل لعمره 16 سنه بسرعه راح التحق بالجامع الازهر وبدا فيه يدرس اللغه العربيه والدين الاسلامي. واول ما اتخرج على طول كان محمد علي زي ما انتم عارفين بيرسل بعثات الى فرنسا، فارسل رفاعه الطهطاوي لغرض واحد انه يكون امام لهؤلاء الشباب في فرنسا في الصلاه. كانوا 40 شاب وهو كان بيأمهم بس للصلاة. تعالوا بقى نبص على الأسئلة المهمة في الجزء ده. أول سؤال بيقول لي: من هو الشيخ رفاعة الطهطاوي؟ حضرتك هترد: هو رائد من رواد التنوير، على يديه بدأت مصرنا مسيرتها نحو التقدم منذ ما يزيد عن 170 عاما في مجال الترجمة والنشر. ما أقول لك متى وأين ولد الشيخ رفاعة الطهطاوي؟ تقول لي ولد عام 1801 في طهطا لمحافظة سوهاج بصعيد مصر. طب متى التحق بالجامع الأزهر؟ ها، عندما بلغ عامه، طبعا موجودة في كتاب المدرسة، 16. هنلتزم بكتاب المدرسة. ماذا تعلم فيه؟ طبعا اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي. تمام؟ طيب يجيني سؤال تاني ويقول لي: ماذا فعل رفاعة بعد تخرجه؟ عرفنا إنه أرسله محمد علي باشا على رأس بعثة من 40 شابا من المتفوقين في العلم إلى فرنسا. هو لماذا أرسل محمد علي باشا رفاع رافع الطهطاوي إلى فرنسا؟ طبعا هتقول لي ليكون إماما لأفراد هذه البعثة في الصلاة. بس كده يا حبايبي، يبقى دي أهم الأسئلة اللي موجودة في الجزء اللي احنا قريناه. طبعا نرجع مرة تانية للصفحة بتاعة كتاب المدرسة،
في الفقرة الثانية اللي هي ولد الشيخ رفاعة. ولد، لو جيت سألت حضراتكم ولد ده فعل من الأفعال اللي احنا أخدناها الترم الثاني، أقول لك بين نوع الفعل إن كان مبني للمعلوم أو كان مبني للمجهول. طبعا حضرتك أول ما هتشوف وليد ده تعرف على طول إن هو إيه، برافو عليكم، مبني للمجهول. يبقى وليد هنا فعل مبني للمجهول. طب مبني للمجهول بتعرفني إيه؟ هقول هو مين اللي ولد؟ هتقول لي الشيخ، يبقى الشيخ هنا تعرب، أوعى تقول لي فاعل، غلط، هتقول لي إيه؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام يا شباب؟ تمام جدا. نخش على الفقرة التانية على طول. طبعا في الفقرة التانية بيقول لي اغتنم الشيخ رفاعة هذه الفرصة ودرس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم إلى اللغة العربية، ثم كتب هذه الرحلة التي استغرقت 5 سنوات. استغرقت قد إيه؟ 5 سنوات، في كتاب اسمه تخليص الإبريز في تلخيص باريز. الكتاب ده مليء بالملاحظات الدقيقة، حيث لفت انتباه الشيخ رفاعة الطهطاوي شوارع باريس. يبقى اللي لفت انتباهه، ايوه برافو عليكم، شوارع باريس. بس قال لك لا طبعا، هو باريس فيها شوارع بس؟ لا كمان ونظام ارصفتها. نظام ارصفتها، خلي بالكم فرنسا في الوقت ده كانت متقدمه جدا وكان شكلها جميل جدا، شوارعها حلوه قوي. تمام، فكان معجب بالنظام اللي موجود جوه هذه البلاد التي ذهب اليها، فرنسا. شوارع باريس تاني، ما الذي لفت انتباه الشيخ رفاعة الطهطاوي؟ هتقولي شوارع باريس بس، تقولي لا ونظام أرصفتها بس كمان، وتنسيق أشجارها وأزهارها. آخر حاجة طبعا عجبت الشيخ رفاعة الطهطاوي في باريس جد الناس واجتهادهم في العمل. كان فرحان بيحب قوي انه شايف الناس كلها بتجتهد في العمل. شوفوا قد ايه الراجل ده كان حابب يشوف الناس وهي بتجتهد في شغلها وعملها، حاجه طبعا رائعه جدا وجميله جدا. من القدوه اللي احنا بندرسه الشيخ رفاعه رافع الطهطاوي. طبعا ندخل بسرعه على الاسئله المشهوره في الجزئيه اللي احنا قريناها. هتلاقي اول سؤال، كيف استغل رفاعة وجوده في فرنسا؟ استغل ايه؟ هنقول بسرعة ان هو درس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية. يبقى اول حاجة شباب، هو استغل وجوده في ايه؟ بسرعة، ان هو درس اللغة الفرنسية، اتعلمها ودرسها دراسة متعمقة، يعني عرف كل القواعد اللي فيها، قدر بيها ان هو يترجم مبادئ العلوم. بسرعة نخش على السؤال اللي بعده، هو كم سنة استغرقت الرحلة؟ البعثة دي كانت قد ايه؟ برافو عليكم، 5 سنوات. طيب ما اهم الكتب التي الفها رفاعة في فرنسا؟ هتقول لي كتاب تخليص الابريز في تلخيص باريس. تاني، كتاب اسمه ايه؟ تخليص الابريز، الابريز في تلخيص باريس. تخليص الابريز تنقية الذهب، الذهب المنقى في تلخيص باريس، يعني هو بيلخص العبر وكل الحاجات اللي هو شافها جميلة في فرنسا لخصها في كتاب، وهو كتاب مليء بالملاحظات الدقيقة. ما الذي لفت انتباه رفاعة الطهطاوي في باريس؟ هتقول لي التفت إلى شوارعها، نظام أرصفتها، تنسيق أشجارها وأزهارها،
واجتهاد الناس في الايه؟ في العمل، واجتهاد الناس في العمل. طبعا الجزء اللي بعده، عاد الشيخ رفاعة إلى مصر ليعمل مدرسا للترجمة، فكان أول مترجم مصري قام بترجمة كثير من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية. الشيخ رفاعة أول ما جه على مصر على طول اشتغل مدرسا للترجمة، كان مدرس ترجمة، مدرس لغة يعني، وكان أول مترجم مصري قام بترجمة كثير من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية. يبقى إيه؟ عمل إيه؟ مترجم. أول مترجم مصري بيعمل إيه؟ كتير من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية. مش كده وبس، كمان وضع معجم المصطلحات العلمية الحديثة، واستحق عن جدارة أن يكون مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا بكلية الألسن. طيب سؤال سريع كده قبل ما نخش على الأسئلة، ما أقول لك عاد الشيخ رفاعة إلى مصر، وأقول لك الفعل عاد، الفعل ده نوعه ايه من حيث اللزوم والتعدي؟ ها خلي بالك ان الفعل عندي في اولى اعدادي الترم الثاني بيجي لي نوعين، يقول لي الفعل ده نوعه ايه من حيث اللزوم والتعدي، يعني يا لازم يا متعدي، ممكن يجيني يقول لي نوعه من حيث البناء المعلوم والبناء المجهول، يبقى تقول لي الفعل ده مبني للمعلوم او للمجهول. طبعا عاده مبني للمعلوم، لما اجي اقول لك لازم ولا متعدي هتقول لي عاد. مين اللي عاد؟ الشيخ. الشيخ هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. عاد الشيخ ايه؟ رفاعة. فهمت حاجة؟ اه طبعا انا كده كده عارف ان الشيخ رفاعة عاد الى مصر. هل انا محتاج هنا مفعول به؟ لا، يبقى على طول عاد ده فعل ايه؟ فعل. برافو عليكم، فعل لازم. طب لو جيت اقول لك فكان اول مترجم مصري، كان ها نوعه لازم ولا متعدي؟ حضرتك على طول تفكر كده ما بينك وما بين نفسك، كان ديا ده فعل ناقص ناسخ، اه يبقى على طول الاجابه ايوه، برافو عليك، ليس من اللزوم والتعدي، ليس من اللزوم ولا التعدي، يعني ده لا ينفع لازم ولا متعدي، ده من اخوات كان يرفع المبتدا ويسمى اسمها وينسب الخبر ويسمى خبره. تعالوا بسرعه نخش على الاسئله. طبعا الأسئلة بتاعتي بدايتها أول سؤال، ما أهم أعمال رفاعة الطهطاوي؟ تمام يا شباب، هو أول سؤال المفروض في الفقرة اللي احنا قريناها، ماذا فعل رفاعة بعد عودته إلى مصر؟ طبعا الإجابة هتقول لي على طول أول عمل عمله رفاعة الطهطاوي عندما عاد إلى مصر عمل مدرسا للترجمة في مدرسة الطب المصرية، فكان أول مترجم مصري. طيب السؤال الثاني، ما أهم الأعمال التي قام بها رفاعة في مجال الترجمة؟ هترد عليه وتقول ترجم الكثير من الكتب في مجال الهندسة والعلوم العسكرية، كما وضع معجم أو قاموس المصطلحات العلمية الحديثة. يقول لي ما الذي استحقه رفاعة الطهطاوي بهذه الأعمال؟ على حضرتك على طول أن يكون مديرا لمدرسة الترجمة المعروفة حاليا بكلية الألسن. طبعا في آخر فقرة معانا النهاردة في الدرس بتاع رحلات تاريخية للشيخ رفاعة رفع الطهطاوي، قصته بتقول أشرف الشيخ رفاعة على تحرير المجلة العسكرية، أشرف الشيخ رفاعة على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية. يبقى أقول لك ما أهم أعماله، تقول لي أشرف على
تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية. اتنين، هتقولي إن هو أسس أول صحيفة عربية تصدر في مصر وأسماها الوقائع المصرية. كما يعد الشيخ، يعد ده طبعا وأنا مغمض عيني فعل مبني للمجهول، يبقى الشيخ برافو عليك، تعرب نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. يعد الشيخ رفاعة أول عربي أنشأ متحفا للآثار المصرية وخطط لجمعها وصيانتها، حيث تحول فناء مدرسة الألسن إلى نواة لأول متحف للآثار في مصر. وفي عام 1873 رحل عن عالمنا الشيخ رفاعة رائد التنوير في العصر الحديث. وده طبعا الوصف اللي وصف به الشيخ رفاعة طبعا بعد وفاته، هو رائد التنوير في العصر الحديث. هنخش على أهم الأسئلة اللي موجودة على الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي. طبعا لما أجي أقول لك ما أهم أعمال رفاعة في مجال الصحافة، طبعا حضرتك على طول هترد عليها تقول لي أشرف على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية. أهم أعمال رفاعة تحتها في مجال الصحافة، تقول لي أشرف على تحرير المجلة العسكرية باللغتين العربية والفرنسية. رقم اتنين، أسس أول صحيفة عربية تصدر في مصر واسمها الوقائع المصرية. تاني، أسس أول صحيفة عربية تصدر في مصر واسمها الوقائع المصرية. طيب لما أجي أسألك السؤال التاني، ما أهم إنجازات رفاعة في مجال الآثار؟ هتقول لي هو أول عربي أنشأ متحفا للآثار المصرية وخطط لجمعها وصيانتها. طيب أين تم عمل هذا المتحف؟ أول متحف يتعمل اتعمل فين؟ أيوه برافو، في فناء مدرسة الألسن اللي هي كلية الألسن دلوقتي يا أولاد، في فناء مدرسة الألسن الذي تحول إلى نواة لأول متحف للآثار في مصر. لأول متحف للآثار في مصر. طبعا لما أجي أتكلم عن وفاة رفاعة الطهطاوي، أنا عارف طبعا إن هو اتوفى سنة 1873، عمره كان 72 عام. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نعمل تدريب سريع كده، وده إن شاء الله هيبقى الواجب بتاع حضراتكم النهارده. ديت الأسئلة، طبعا أنا محتاج من حضراتكم إن أنتم تركزوا كويس جدا في إنكم تحلوا أسئلة كتاب المدرسة، علشان خاطر نطور من نفسينا، والفترة دي كلها فترة مذاكرة، ما هيش فترة تضييع وقت. ربنا يوفقكم ويرفع البلاء عن مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.